نعود مجددا لنقاش هذا الملف حول إصدار المحكمة لحكم حول الشاب الذي تم اعتقاله. تفاصيل هذا الموضوع نناقشها مع الدكتور رحيم الكبيسي الخبير في القانون، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان. هل تسمعني دكتور رحيم؟ نعم، أهلا بك. أهلا وسهلا. كيف تفسر الحكم الذي أصدرته محكمة جناح النجف بسجن الشاب علي جرمانة على ما اعتبرته تجديفا بحق الكاظم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولكاظم والمشاهدين الكرام. هي المحكمة استندت الفصل الثاني من الجرائم التي تمس بشعور الدين، مادة 372 الفقرة 5: من أهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية. يعني العقوبة القاضي حكم بالحد الأعلى للعقوبة إلى 6 سنوات أو بالغرامة، يستطيع أن يستبدل فهو حكم بالحبس دون أن يحكم بالغرامة. طبعا هذه من الجرائم التي أثير بصددها الكثير، مع كل الأسف. طبعا ممكن هنا تشتم الذات الإلهية أو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت أحد لهذا. يعني أنا لا أريد أن أعلق على الحكم، لكنه لأن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، لكن كيف فسرت المحكمة احترام لطائفة دينية؟ هل الطائفة الدينية الدستور الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والإسلام دين الدولة الرسمي. إذا الطائفة الدينية بالتأكيد لا علاقة لها بالإسلام، وإنما بالطوائف الدينية الأخرى. لكن القاضي فسر النص بهذا الأمر موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية. بالعراق إذا رحنا على المسلمين فهم مذهب شيعي ومذهب سني، في هذه الحالة لا تعتبر طائفة، لا تعتبر طائفة دينية، لا طائفة، لا السنة يعتبرون طائفة دينية ولا الشيعة يعتبرون طائفة دينية. لكن هذا التفسير في هذه الحالة ربما نتيجة الكلام وإثارة المسألة أمام الجمهور، وبالتالي كان ودي أن القاضي يمتنع عن الحكم في مثل هذه القضايا، وإلا سيضطر أن يحكم بالعقوبة لا تزيد على 6 سنوات، وهو قد حكم أيضا بالحبس لمدة 6 سنوات فقط، ولم يستخدم الرأفة في هذه الحالة، ولم يستخدم إبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة. على كل الحكم قابل للتمييز استنادا الى احكام الى قانون اصول المحاكمات الجزائيه. نعم، بالحديث عن العقوبه، الى اي مدى تظن دكتور ان هذه العقوبه مشدده بالنظر الى التهمه الموجهه اليه؟ بالتاكيد هي العقوبه وارده في النص، الماده 360 يعاقب بالحبس مده لا تزيد على 3 سنوات او بغرامه، يعني اما الغرامه او الحبس. فالقاضي استخدم عقوبة الحد الأعلى لكي يحكم، لم يستخدم هي جنحة، لم يحاول أن يعاقب بالغرامة، وإنما عاقب بالحبس، ولم تنزل من مدة محكومية الشخص المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي، لأنه الحكم يقول في هذه الحالة دون أن تكون له مدة موقوفية، كونه محال حتى لو محال، المهم هو محبوس على ذمة القضية. فطالما محبوس على ذمة القضية إذا يجب أن تكون المدة التي قضاها في الحبس تنزل من المدة التي يحكم بها القاضي. يعني على كل القاضي تقدير، وعندما تتكون عقيدة القاضي في تصوري عليه أن لا يكون في ظل الأوضاع التي انتشرت في تلك الفترة أنه هذا شتم الإمام الكاظم، وكما قلت قبل قليل
الذات الإلهية تشتم جهارا نهارا في كل مكان، والرسول صلى الله عليه وسلم يشتم جهارا نهارا في كل مكان، ولم يتحرك القاضي أو القضاء، ولم تتحرك قوات الشرطة لكي تلقي القبض على مثل هؤلاء لكي تحيلهم إلى المحكمة. دكتور، كيف ستنعكس هذه القضية على حريات التعبير عموما في العراق وتضييق على الناشطين والشباب في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ولذلك أنت تسمعين كثيرا حالات الانتحار، لأنه الشباب أصبح الآن لا يطيق تواجده في البلد. يوميا تسمعين انتحار في بغداد سواء لشاب أو لشابة، لأنه البطالة متجدرة، المخدرات متجدرة، وبالتالي الشاب العراقي لا قبل له مواجهة هذه المآسي التي يمر بها البلد. نعم. حتى يهرب من هذا، إما يهرب إلى المخدرات أو يهرب إلى الانتحار، وفي الحالتين نحن نفقد كثير من الشباب. لو فكرنا ما هي الأسباب التي دفعت هذا الشاب لكي يتفوه بمثل هذا الكلام، هذه هي النقطة. نحن لا نبحث في الجريمة لذاتها، وإنما نبحث في الأسباب التي دفعت زيد لارتكاب هذه الجريمة. إذا عندما نعرف الأسباب عند ذلك نعالج النتائج. شكرا جزيلا لك أستاذ القانون الدكتور رحيم الكبيسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.